مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يمكن زي ما قالت سهام كانت حلقة مميزة جدا مع كهربا، يعني اتضح من قعدة مع كهربا واللقاء اللي كان جميل جدا، ردود الأفعال كانت على أعلى مستوى من السوشيال ميديا من جماهير النادي الأهلي، وده كان بيدل على شيء واحد، يدل إن النادي زي ما بقول النادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي بطموحات كهربا، بإصرار كهربا، النادي الأهلي بقيادة الشناوي، أيمن أشرف، غياب وليد سليمان والغائب الحاضر دايما مع الفريق، التكاتف والتعاون وحب كل الفرقة، المؤمن زكريا مساندة مجلس الإدارة، حب اللعيبة للجهاز الفني، التعاون الكامل من الجهاز الفني للعيبة، كل دي منظومة أدت إلى حصول على ثلاثية تاريخية في تاريخ النادي الأهلي. وإن شاء الله زي ما بقول ما زال المشوار لسه طويل، ما زال إن شاء الله البطولات في قدام النادي الأهلي، إن شاء الله عندنا بطولتين، السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، إن شاء الله يتوج النادي الأهلي بالخماسية السنة دي وتكون موسم أكتر من رائع.